بيو واتس جود اتس بيو اوف هير ومرحبا بكم في سيريز جديده اسمها ليتس توك كين توك. اوه هاي هاي دو على بالي بلقى اسمع عنوان العنوان الاول والله السؤال الاول وضع الحروف على النقاط والله وضع النقاط على الحروف على بالي شي مفيد بلاك نايس واش راح نديرو بس في لاسيري تاعنا هذه اللي اسمها ليتس توك من الاسم ما تقدر تجبد الاجابه تاعك ايه ليه تي سويت وسقرنا ليتس توك عباره عن سيري نهضرو فيها احنا اتس اباوت اس شغل اس شغل اس هولد اب يو هولد اب هولد اب اس مش يمكن حلو قناه يمكن حلو قناه تهضر واش بيك واش بيك واش بيك واش بيك اس ونحنا تخصنا احنا كمجموعه كفاميلي كبيليش انا كجمهور المهم نهضروا فيها واش راح نديروا فيها عباره عن اسئله كما هذيك الفقرات اللي استنيك واش انت انسر نبيليش انا ليتس توك ليتس توك خلاص عباره عن هذا خلاص مابيش عادي فيها مابيليش ابصر نهضروا فيها وخلاص نديروا فيها اسئله نديروا فيها برك شحال حابين نديروا ندير قاعد نبليش ما عارف المفيد نيكست هو ار يو شكون انا رؤوف عبد الرؤوف سميني كما تحب تعرفني رؤوف جيمز دبل زي نو اس المهم جيمر جزائري ممكن ماذاك على بالك هكا او ما غادي يقعد بالكم بها المفيد نيكست وين نسكن في البهامس ديك الكارا خلاص ديكوسي يسكن في شلغم العيد بلدي شلغم العيد ولاية ميلا اللي يعرفها ويعرفها اللي ما يعرفهاش دير لي جوجل ايرث الله ابصر مش كيش تلقاها صاحبي ود البلاصة شوف راني كرهت منها انا كرهت حب نخرج من هنا نيكست وش هو الهدف تاعي ما عارف لا مالي بالي ما عنديش هدف انا باقي نمشي برك ردك برك انا الهدف تاعي شوف الهدف تاعي نعطيكم هدف واحد هدف تاع لاشان تاعي تاع القناة تاعي تاع الجيمنج شانل تاعي هو انه اي واحد يخش يتفرج اي واحد يقابل الفيديو تاعي يخش يتفرج فيه يضحك هذا هي لازم كي يتفرج يستمتع هذا هو الهدف تاعي ما عندي حتى هدف صاحبي هذا هو الهدف تاعي مش عارف واش من الهدف راح نقول لك هذا هو الهدف تاعي تفرج تضحك ما تفرجش ما تضحكش هذا سؤال مليح على بالك تبين المخ نتاع على بالك كي تفرج تبين المخ نتاع يجي السؤال على بالك ها يا تعرف تي الاسئله تهضر لك يا سحيني درتو من نابك على كل حال شرع عورت روحي لا بدرت هكا شرع عورت روحي بيت على فتحت الجيمين شانل تاعي شوف انا بكير ولا لا قلتي صحيت الفكره في العام 2016 نورمال 2016 بديت نخمم ما قلت حتى واحد خممت فيها وحدي بديت نلم في الصور المفيد خممت لها ريقلت اموراتي المفيد جاتني الفكره قلت انا كيفاه صاحبي انا عندي شغل موهبه تاع اللعيبه كما ما كنت بكير ولا لا بكير ولا جيمر صاحبي نلعب شو الله غير لازم يشارك بها الناس وكنت بكير انا تفرجت اليوتيوبرز والجيمرز والناوني مو في قصه طويله لازم فيديو وحده ثلاث ستور كامل ما تقدرش ديرها قص كامل مو في نيكست اي مالو جيمر اسم السؤال هذا جاء في محله بعدك فاهم يا اخي وش هي افضل شركه العاب بالنسبه لي انا الاولى يوبي سوفت هاي دو ثانيه كاب كوم هاي دو ثالثه نينتندو باش عارف قلت لك الكلمه ما شتيهاش نينتندو فوتنا نيكست افضل خمس العاب بالنسبه لي انا نبداو سلسله ريزيدنت ايفل الاول الاخر دبر راس ما تهضرش معايا خلاص ماشي وما تناقشنيش فيها خلاص ثانيه سلسله اساسن سكريد من الاول الاخر ثانيه من الاول الاخر ما تلعبليش ما تهضرش معايا خلاص قصه تاعها هاربه خلاص والجيم بلاي تاعها هارب خلاص ثالثه ماريو بكينيش ماريو هذاك من الاولين وخلاص الاول سوبر ماريو بروز سوبر ماريو ميكر سوبر نيو سوبر ماريو وي يو تاع الوي المفيد نشتيهم بكل انا رابعة دارك سولز 1 2 روا 1 2 3 تاعها في ثلاثة دارك سولز في ثلاثة نموت عليهم اصاحبي نشتيهم برك لعبت الاولى برك لعبت الثانية استغفر الله لعبت الثانية برك لكن عندي ولد بي سي صح طبعا لعبت غير الثانية الخامسة مذكري اول لعبة لعبتها في حياتي ما عرفت صلاحي وش هي توم رايدر سلسلة حق كلا ان دو تروا عني شفتو ما تشوفو على ان دو تروا لكن عرفتو انا لعبت الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة كرونوليكس هذيك المعروفة
جديد سيت تاع بدا جاي ديك ليجند انيفرساري اسمها شنو الحركه اسمها ليجند انيفرساري اندر وورد بدا جاي هذيك شادو طوم برايدر ما عرفتش كاين ثلاثه مرات قبل لكن طوم برايدر تدوي ساس طوم برايدر الاخرى هذيك اللي وراها وبدا جاي شادو طوم برايدر الاخرى نيكست الى هنا مغفله بون شرح ندير فلاش انا نتاعي والله شرح نقول لكم انا شوف انا عندي افكار في دماغي حبيت نطبقهم هي القناه تاعينا شرح يكون فيها كان راح يكون فيها 60% اسمعني مليح 60% 60% 60% راح يكونوا جيم بلاي كوميدي جيم بلاي هذا هو النوع اللي راح نديرو انا بلا كاين فيكم اللي مش فاهم واش راح ندير خلاص انا راح الستيل تاعي تاع اللعب زعما اللي قال نلعب احنا نقدر نلعب بلا ما نهضر مانيش راح ندير سيريوس ووك ثرو ولا عادي انا بس الهدف تاعي واش راح ندير يعني راح ندير كوميدي جيم بلاي واش يعيطوا لها ثاني كومنتري جيم بلاي ياك هذا كومنتري جيم بلاي بصح 40% الاخرى المتبقيه هذيك واش راح تكون ما المشكل اي دو طقني طقني نحينا هي صبعك من عيني 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 نحي يدك 40% الاخرى راح نديروها واش راح نديرو فيها نعطيكم واش نقسموها ما بعيش كان نقسمها الله ما لعب علي ما مازلت ما بديتش عندي شويه افكار كاتبهم في الكتاب كاتب نيشتي نكتب انا عندي لي سيناريو عندي عندي شويه افكار تاع شورت فيلمز افلام قصيره بغيت نطبقهم قادر نطبقهم اي شويه الكاميرا فما عنديش كاميرا بعد ربي ان شاء الله غنديرهم صاوك ساهم عرفها تحطهم في القناه هذه القناه هذه بنحطها لهنا بعد في القناه مانيش قادر نحبس من القناه في الاخرى عندي الهرجه لا كنت نرجع روحي مفيد زيد هذه في 40% هذيك نديروا هذه السلسله هذه تاع السوق نحضروا فيها نقصروا هكذا على باليش قادر نديروا كيما انبوكسين تاع شي حاجه ما نعرف ما باليش عندي شويه ثاني فيديوهات واضح كيما اللي درتكم هذاك الكورونا هذا قادر وعندي شويه افكار اللي كاتب اللي قلت لكم اللي كاتب من فيه زيدوهم سؤال واحد اخر ها قول اوكي ما كنتش قال لكم نيكس شكون هو افضل يوتيوبر عندي انا نعطيكم زوج واحد في الجزائر واحد خارج الجزائر الاول افضل يوتيوبر جزائري بالنسبه لي انا في الدومين تاعينا تاع الجيمنج من الافضل من الافضل او عندي مجموعه 10 يوتيوبرز اللي نتبعهم انا متبعهم يعجبوني وبيان خلاص في دومين كلها الوحيد يعجبني الجيمنج هو فايبر بايز اوز اوز اف يو واتشينغ والله اي لاف يو يعجبوني يعجبني الخدمه تاعو يعجبني بيان يعطيك الصحه ثاني يوتيوبر خارج الجزائر قادر تما تواجهكم بزارة قادر اللي فيكم يقول على باليش انا يتوقع مني يقول بيودي باي ولا مارك باي او تاكسبتي كاي سمي وش حد سمي انا يشتيهم هذو بس كيما قلنا واحد من الافضل نعطيكم واحد بقى الباقي الاخرين نديرو لهم فيديو وحدهم ونهضرو عليهم ونهضرو كيف فيهم انهم يا قلب عليك فاهم كلام يا اخي مثل نطولو هو بويشت بالك مثلا جاكم بيزار بويشت يا ويدي راك اولد اولد دايز يا الله اولد دايز هذاك نيكست هاي كتاب بديت فيديو جيم كتاب بديت نلعب انا والله نسيت واش عطاك العام اكزاكتلي بصح انا نسيت انا والله غالب بديت كي كنت صغير على كل حال اول واحد لعب ملي كان نلعب هو عمي عمي صالح عمي صالح هاي دوم اللي قاعد تفرج والله عمي الله غالب عمي جيمر صاحبي فاميلي تاعنا كل جيمر صاحبي هو اللي كان يلعب كي كنت انا نقعد معاه يو يلعبون اتفرج هو يلعبون اتفرج هو يلعبون اتفرج حتى هزا رزقت فيا جيمين ومانيش نادم عليها مي صار هاي لاف يو هاي دو نيكست واش كان عندي من اجهزه انا جامي شوف انا جامي كسبت لي كونسولز كونسولز لا لمريج انا جامي كسبتهم في حالي جامي شريت كونسول كان عندي بي سي شريت اول بي سي شريته كان في السانكيام كي نجحت في السانكيام بي سي حتى بقى صاحبي الي بوب بنتيوم كاب ومازال عندي بالضبط صبر بالك الخزانه هذه من هنا عرف وينو قالك الكاركاس برك فيه فيه يمشي نورمال فيه بروسيسور بنتيوم كارت والله الديسك ديال نحيتو يا رام ديتهم من نواري انوار هاي دو قلشت كانوار 2 جيجا صاحبي رام كارت جرافيك بعت هذاك العام بعت عندها قرن عندها كارت جرافيك تاع 450 زيد بعدا كي حبس طاح اون بان خلاص راه طول العام عوام ما لعبتش شريت شرينا مش مشي شرينا وتهدات على كلشي راه بي سي خردو شريك فاهم كاين ميكرو بورتابل لابتوب وين هو سبورت شوف هنا بلا او مش شومبرا في شومبرا اخرى لابتوب سمبولي اي 3 هذاك وليك تنقصر به عوام نلعب هذيك لا ريزولوسيون هذيك دايره هكذا 800 في 600 هذيك هكا مربع بيكسل قدك او بيكسل قدامك
قدام اي ذكرك بالصح عندي ما بيبي هاي هي اسمها جينيفر مسميها انا لباك بي سي جيمر جينيفر جينيفر اي دو سيو ديو له قصه عندي فيديو ستارت اب عن قريب ان شاء الله فيديو ستارت اب عن قريب ان شاء الله ستي توند يا نيكست هي كي تجي تشوفني مش مشتيهمش ايش تيهم اولد سكول جيمرز كل شيء اللي جد دودي مونسي عمر منا قلقة لا غالب قلقة انا قلقة صعبة نقلقة نهيج انا على كذا اسمع الحب سبونس صعبي شوية دي نهيج انا ايش تيش هكذا شو مش نقلقة نقلق نقلق صعبي مش نقلق نقلق شو نقلق صعبي مش نقلق صح هك صح هطلع نقلق نقلق next هاي دور نصيحة تعيد اي واحد حاب يبدا الجيمنج شانل حاب يبدا جيمنج شانل حاب يبدا قناة في اليوتيوب حاب يدير وش حاب يدير مفيد مش شرط في اليوتيوب لا حاب يدير وش حاب يدير ديرها ريح خمم مع روحك سقسي الناس راجع نفسك وديرها ما تخليها تو تحطمك عندك فكرة في دماغك حاب تديرها ديرها ديرك ما تبر راسك دير كلش دير اللي عليك خاصك صوار تلم تقدر تلم هذا هو الحل ما عندكش صوار تقدر تلم صوار ما عندكش امكانيات قادر تجيب امكانيات نورمال ما عندكش ماتريال تقدر دي باني الماتريال كيما ندير انا باك نصور لكم الاستوديو تاعك مش استوديو انا قلت استوديو ونعطيكم واش كيف داك الاستوديو تاعي كان داير قلت استوديو مره ثانيه ما عندكم شومبرا دوك كيف داير كي بغيت نصور راسك يحبس اللي قلت لكم فيديو سات سات اب جاي على قريب نعطيكم كي نصور انا كلش مترافيكي زيد واش هو واش يخصكم واش يخصك هي وادي طرع عندي شويه ما تقدرش انا عارف جماعه اصحابي بابسط الاشياء ديروا الدنيا تطرق والدنيا كل ديرها مو فيش نصيحه تاعي من الاخر شوف معايا زومي شوف زومي ديرها ديرها تبي يا صاحبي مش صرا صاحبي هاي حبنا نعرف انت بيوت اليوم كانت معاكم لاسيري لا تستولك اتمنى تكون عجبتكم ثامز اب لان عندكم شويه اسئله الله خليهم بالكومنتات تحت ارجعونا مع اصحابكم نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله اللي راح يكون بديو شي يوم الاثنين هي اليوم نورمال السبت انا صورته بالسبت هيك فعلا انا صورته بالسبت قول هي صحنا بودي باثنين قول هي سما اثنين سما تويت بالكم اثنين سما نشوفكم بالاربعاء ان شاء الله لعبه اخوف and as always stay awesome yeah.